واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الأهلي معلم أجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الأهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الأهلي معلم أجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا وسع القطر وكفايه على الاهلي بدون اهلي
صنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي زود القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي زود القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا اسأل على الأهلي وبطولاته
الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي زود القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي زود القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا في حبنا للأهلي إنه في نفس بلد الأهلي